أنتم مساء، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من المجلة الخبرية اليومية كل شيء عن وباء كورونا. نشير في البداية لأن قناة ميديان تي في اعتمدت هاشتاغا جديدا مبتكرا يعرض الآن على الشاشة، وهو نبقى على بال، ويتضمن نصائح للمواطنين بالتزام الحذر في الحياة اليومية والتنقلات في مسعى منا جميعا لمواجهة انتشار الفيروس. ويتزامن هذا الهاشتاغ مع انتقال المغرب إلى المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي. في عدد اليوم نقدم قراءة للحالة الوبائية في المغرب وما تقتضي هذه المرحلة من وعي ومسؤولية لعبور هذه الفترة بسلام، كما سيكون للشأن الرياضي نصيب كذلك في جولتنا الخبرية لهذا اليوم. نبدأ مشاهدينا بجديد الحالة الوبائية بالمغرب، إذ أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة شفاء بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية وإلى غاية عصر اليوم. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين في التصريح الصحفي اليوم للوزارة أن الحصيلة جديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 11338 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضي، ومجموع حالة الشفاء التام إلى 8500 حالة بنسبة تعاف تبلغ 75%، كما تم تسجيل وفاة شخص مسن بجهة طنجة تطوان الحسيمة ليصل بذلك مجموع الوفيات المرتبطة بداء كوفيد 19 إلى 217 حالة وفاة، أي بنسبة إيمات تعادل 1.9%. وقدمت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين خلال التصريح الصحفي ذاته معطيات مفصلة حول التوزيع الجغرافي للإصابات بهذا الفيروس. إذا فيما يخص التوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة الماضية بجهات المملكة فهو كالتالي: سجلت 37 حالة جديدة بجهات الدار البيضاء ستات، 25 منها بالدار البيضاء، 6 بسيدي بن نور، و3 حالات بالمحمدية. فيما يخص جهة مراكش أسفي فقد سجلت 34 حالة جديدة كذلك بهذه الجهة، 17 بمدينة مراكش و17 بأسفي. فيما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 168 حالة جديدة، 129 حالة بمدينة طنجة، 7 بتطوان، 26 بالعرائش، و6 بفحص أنجرة. فيما يخص جهة فاس مكناس فقد سجلت خلال 24 ساعة المنصرمة 7 حالات جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كلها بمدينة فاس اكتشفت إثر تتبع مخالطين. فيما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 137 حالة جديدة لها علاقة بالوسط المهني. فيما يخص جهة العيون الساقية الحمراء فقد سجلت 46 حالة جديدة مؤكدة كلها بالعيون، فيما سجلت 5 حالات جديدة بجهة بني ملال خنفرة كلها بالفقيه بن صالح، ولم تسجل كل من قلميم ودنون دخل واد الذهب الجهة الشرقية جهة سوس مسا وجهة درعة فيلالت أي حالة خلال 24 ساعة المنصرمة. ومواكبة لهذه الحالة الوبائية نستضيف البروفيسور نبيل تشفوتي، وهو طبيب متخصص في علم الأوبئة وأستاذ التعليم العالي بكلية الطب فاس. أهلا وسهلا بكم بروفيسور معنا. مساء الخير أخت جوهرة وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بكم. لاحظنا بروفيسور في الأيام الأخيرة تصاعدا غير مألوف لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، هل هذا الأمر عادي في هذه الفترة المتميزة باستئناف الأنشطة الاقتصادية وتكثيف التشخيص، أم أنه عنصر يبعث على القلق؟ في تقديمكم فهذا الارتفاع اللي شهدناه في الايام المنصرمه الايام القليله الاخيره
هو خصنا نشوفوا يعني التموقع باش نقراو مزيان نشوفوا التموقع ديال هذه الحالات. تجول الحالات كتواجد في بؤر مهنيه على الخصوص صناعيه، وهذا الشيء مرتبط بالعوده التدريجيه يعني للانشطه الاقتصاديه مباشره بعد عيد الفطر. فهذا النوع من التواصل اللي كثر ما بين الناس، وهذا من بين العوامل ديال الاختطار ديال انتشار ديال المرض. كذلك هناك ارتفاع يعني هناك تطور الجاهزيه ديال المنظومه ديال الرصد وديال الاستقصاء الوبائي وكذلك ديال الكشف المبكر. فكما لاحظنا مؤخرا ولات يعني كتجرى كشوفات حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني الذين لا تبدو عليهم اعراض، مما ادى الى هذا الارتفاع. وكذلك الى لاحظتي حتى التمظهر الوبائي ديال هذه الحالات اللي كثيره فهو متشابه، يعني ساكنه نشطه نسبيا شابه ما عندهاش عوامل الاختطار. وهذا هو الشيء اللي كيفسر ان الحالات رغم الكثره ديالها فهي حالات يعني اما بدون اعراض او حالات حميده. وكذلك النسبه ديال الحالات الحرجه فهي منخفضه بزاف من ناحيه العدد، فالعدد كثر ولكن التمظهر الوبائي مازال تقريبا محافظ على نفس التمظهر اللي كان قبل، باعتبار انه الى غايه اليوم مازال ما غاديش يظهر تاثير ديال الرفع التدريجي والتخفيف ديال الحجر الصحي اللي بدا تبان من عده مناطق من هناك. هذا هو التفسير اللي قلنا. اوكي بروفيسور، عندما تكون هذا العدد الكبير من الاصابات في بؤره صناعيه معينه، هل هذا الامر يقتضي حذرا معينا ام هو سهل التطويق لاننا نعرف مكان الاصابات ونعرف كذلك ربما بصوره تقريبيه عدد المخالطين كذلك؟ هو هذا الامر يجب تحليله من زاويتين، من زاوية التقصي والاستقصاء الوبائي والمحاصرة الجغرافية. فالأمر يعني متحكم فيه باعتبار أنه إلى غاية الآن يعني هذه الأيام الأخيرة حتى الحالات اللي كتظهر هي بحال ارتدادات ديال الحالات اللي مقبل، وهذا ما جعلها تبقى نسبيا يعني محصورة من الناحية الجغرافية. منظومة الرصد والاستقصاء الوبائي كتمكن انها تكسر سلسله ديال الانتشار، الا انه يجب توخي اقصى درجه الحذر، لا سيما انه ابتداء من اليوم هناك تخفيف في اجراءات الحجر الصحي. لهذا فالمنظومه بطبيعه الحال كتدير استقصاء كتحاصر في الوسط المهني، لكن يجب كذلك ان لا ننسى ان هاد المهنيين راهما عندهم كيتنقلوا، عندهم عائلات، عندهم اتصال مع السكينه. لهذا فهذا الامر هذا خصنا ننتبهوا له بشكل كبير. مساله اخرى ان لحد الان هذه البؤر اغلبيتها هي بؤر صناعيه، الحمد لله ما عندناش بؤر تجاريه. اللي كتكون بؤر مثلا اللي مرتبطه بمستخدمين في مراكز تجاريه فكتكون عندهم اتصال بعدد كبير ديال الناس. لهذا فلحد الان هذا امر يعني محاصر جغرافيا كما شرتي، لكن الحذر تيبقى طيب ضروري. طيب هل يمكن لهذه البؤر الصناعيه والفلاعيه التي ظهرت في الايام الاخيره ان يكون لها اثر على الوضع الوبائي على الارض الواقع، ام ان اثرها نفسي اكثر ربما؟ هو الاثر النفسي ربما فيه شيء ايجابي الى خدينا الامر بجديه، يعني ما خصش يكون تهوين، لكن مزيان يكون الانسان ياخذ الامر بجديه وياخذ الاحتياطات ديالو. فيما يخص التمظهر الوبائي لحد الان التمظهر الوبائي يعني مختلف المؤشرات مازال مزيانه، يعني كاين عندنا النسبه ديال الفتك مازال منخفضه، الحالات الحرجه والحالات الصعبه اقل من 1%، نسبة التعافي من المنتظر انها ترتفع في الايام القليله القادمه، لان ان شاء الله عاد غادي تكمل المده العلاج ديال هذه الحالات، وبالتالي فغادي ترجع ان شاء الله كيفما كانت. ولكن بطبيعه الحال ابتداء من اليوم كيفما اشرت الى ذلك هناك رفع تدريجي،
وهذا الرفع التدريجي. سنعود للحديث عن هذا الموضوع إذا تفضلت بروفيسور في المحور الثاني. طيب الآن الكثيرون يتحدثون عن احتمال موجة ثانية من الجائحة، ما هي احتمالاتها بالنسبة إليك، وهل ستكون إذا وقعت لا قدر الله أكثر حدة أم أقل؟ كيف تنظر للأمر؟ هذا تساؤل مهم بزاف. طبيعة الحال لما تكون شي جائحة كنطرحوا دائما. من الناحية العلمية هناك محددات ديال موجة وبائية، هناك ثلاث محددات تسمى في علم الأوبئة بالثالوث الوبائي. المحدد الأول هو الفيروس حددته، يعني معدل الانتشار ديالو، الضراوة ديالو، كيفاش يمكننا نأثروا عليه. بالنسبة للفيروس كيفاش يمكننا نأثروا عليه، لأننا نعالجوا الناس وبالتالي كنهاجموا هذه المسألة. هذه الجانب المحدد الثاني هو السكينة. السكينة بمعنى واش عندها مناعة ولا ما عندها شيء، وكذلك عوامل الاختطار اللي عندها. لحد الآن مازال ما كاينش شي لقاح، كتبقى مسألة ديال التنظر الوبائي كترتبط بالسكينة، يعني الناس اللي عندهم عوامل الاختطار بالتالي خصنا ننتبهوا لهم بزاف. المسألة الثالثة هي المحدد الثالث هو كل ما يتعلق بالمحيط، يعني العوامل الاختطار التصرفاتيه، التصرفات اللي ممكن تساعد على الانتشار ديال الوباء، هي اللي كنتكلموا عليها منذ ظهور الجائحه، يعني خصنا نحاربوها بالاجراءات الحجزيه والى غير ذلك. اذا الى اختلت اي واحد من هذه المحددات هذه فممكن تعطي موجه هذه محددات، وبطبيعة الحال الضراوة ديالها والخطورة ديالها كترتبط بالضراوة ديال الفيروس وبعوامل الاختطار اللي كتكون عند الناس، وبالسرعة ديال الانتشار اللي يمكن نتحكموا فيها بالأمور اللي هذه المحددات. طيب شكرا جزيلا لك بروفيسور، سنعود إليك لاحقا في المحور الثاني لنتحدث عن تخفيف الحجر الصحي. في المحور الثاني نرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. بعد تصنيفها ضمن منطقة تخفيف رقم 1 شهدت مدينة والدار البيضاء حركية واسعة في أول يوم من تطبيق مقتضيات المرحلة الثانية من مخطط التخفيف من الحجر الصحي. كاميرا ميديا تي في ترصد لكم أجواء التخفيف في العاصمة الاقتصادية في هذا الروبورتاج من إعداد زميلين إيمان مجيب ويونس الصغيري. القلب النابض للمغرب يستعيد إيقاعه في أول أيام تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي. هكذا بدت شوارع مدينة الدار البيضاء بعد 3 أشهر من السكون غير المسبوق. سكان العاصمة الاقتصادية يستمتعون بأوقاتهم في مختلف فضاءات العاصمة، والحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها. إني سمعنا بأنه غيترفع الحجر الصحي في الدار البيضاء، شعرت واحد السعادة كبيرة إلى درجة بأنني اليوم نط مع 4 الصباح قمت بزيارة لسوق الخضر، سوق الجملة ديال الخضر، السوق ديال السمك، مشيت القهوة فطرت ودعيت الصديق ديالي. حنا دابا حنا في وسط المدينة ديال الدار البيضاء كأننا في يوم عيد. حنا اليوم جد سعداء بهذا رفع الحجر الصحي النسبي نسبيا، لان كما كتشوفي حنا دايرين الكمامه، التباعد الاجتماعي، النظافه الدائمه، على اساس اننا نقيو بعضياتنا. المرور الى المرحله الثانيه من مخطط التخفيف شمل اضافه الى السماح للمواطنين بالتنقل دون رخصه استثنائيه، فتح الفضاءات الشاطئيه وملاعب القرب والانشطه السياحيه الداخليه، اضافه الى المجمعات التجاريه الكبرى ومحلات الترفيه والراحه. الفرحه كبيره لان درنا تقريبا 3 شهور ديال الكونفينمون وبقينا في ديورنا مع وليداتنا، ودابا اليوم تحتنا الفرصه باش نخرجوا للبحر ونتسيروا وندوروا نشموا الهواء مزيان. الحمد لله رجعنا نمارسوا التدارب ديالنا اللي كنا مش حال هادي، وكان نتمنوا نجوا للبحر نمارسوا التدارب ديالنا، ومع ذلك مازال كناخذوا احتياطات ديالنا، ومازال راه الفيروس كاين في البلاد، وان شاء الله راه بشويه بشويه غادي يمشي هذا الشيء، وان شاء الله يرفع لنا الوباء. هما احساس ديالنا احساس زوين اللي جينا عاوتاني
ترينينا في هذا الشيران اللي كنا كنترينو فيه هذه قبل من 3 شهور دابا الحمد لله. ساكنة الدار البيضاء على غرار عدد من مدن المملكة تعانق الحرية من جديد، قرار يأتي بعد 3 أشهر من الحجر الصحي لتحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. مدينة الدار البيضاء والتي تصنف ابتداء من اليوم ضمن منطقة التخفيف رقم 1 تستعيد حيويتها ونشاطها بعد 3 أشهر من الركود لتدخل في تحدي إنعاش الاقتصاد الوطني، وليبقى الدور على المواطنين في الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لتفادي تفاقم انتشار العدوى ولتخطي هذه الأزمة الصحية بأقل الخسائر. إيمان مجيب، يونس غيري، ميديان تي في، الدار البيضاء. وفي طنجة لم يختلف المشهد كثيرا، حيث بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها باستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية. مفدنا محمد الريشي إلى وسط المدينة ينقل لنا بداية عودة الحركة إلى الشوارع. من عاصمة البغاز وبالضبط مركز المدينة ساحة الأمم، في أول أيام استئناف مجموعة من المهن والحرف لأنشطتها بعد إقفال تجاوزت 3 أشهر. اليوم مجموعة من الأنشطة نذكر منها ومن أهمها أنشطة المقاهي والمطاعم، استأنفت اليوم عملها وبإمكانية تقديم الخدمات بعين المكان. هي مجموعة من التدابير الاحتياطية التي اشترطت من أجل استئناف هذه الأنشطة التجارية لعملها، نذكر منها ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه المجالات 50%، بالإضافة إلى ذلك احترام مبدأ التباعد الاجتماعي. لكن نسجل بمدينة طنجة أنه مجموعة من المحلات التجارية مع المقاهي والمطاعم بالضبط لم تستأنف عملها كليا، لأنه هناك مجموعة من الأسباب نذكر منها أنه كان إقفالا تاما لمدة تتجاوز 3 أشهر، مما تطلب إصلاحات وتوضيبات داخل المحلات المطاعم والمقاهي. حرصت وزارة الصحة خلال تصريحها الصحفي اليوم الخميس على تذكير المواطنات والمواطنين بأهمية التقيد بالتدابير الوقائية الأساسية مع انطلاق المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي، وهي ارتداء الكمامة بشكل سليم والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتهوية الفضاءات المغلقة وتحميل تطبيق وقايتنا. كما شددت الوزارة على أهمية التقيد بهذه التدابير الوقائية بصرامة في الأوساط المهنية. نذكر ببعض وسائل الوقاية كقواعد النظافة العامة وغسل الأيدي، التباعد الجسدي، الإجراءات الحاجزية مع استعمال الأقنعة بشكل سليم، وتحميل تطبيق وقايتنا مع الحرص على تشغيله بشكل جيد. أما فيما يخص الأوساط المهنية فإن وزارة الصحة لا تؤكد على ضرورة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة بالوسط المهني، مع الحرص على غسل اليدين بشكل منتظم وعلى نظافة أماكن العمل واحترام إجراءات التطهير مع احترام المسافة الآمنة بين العمال، والحرص على التباعد الجسدي داخل أماكن العمل بما في ذلك خلال التنقل داخل الورشات وبين المكاتب، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل. ومن أجل الحفاظ على تطبيق هذه الإجراءات تدعو وزارة الصحة المشغلين على أن يحرصوا من جانبهم على إعلان وتحسيس المأجورين حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، وكذلك وسائل الحماية المعتمدة باستخدام الدعائم التواصلية المتاحة على موقع وزارة الصحة، مع تأهيل المرافق الصحية في مكان العمل طبقا لمتطلبات النظافة العامة والتنظيف المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. ومن جانب آخر يجب الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالات ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل. ونعود مرة أخرى مشاهدينا للبروفيسور نبيل تشفوتي، وهو طبيب متخصص في علم الأوبئة وأستاذ التعليم العالي بكلية الطب بفاس. أهلا بكم من جديد دكتور معنا.
مرحبا. إذن بروفيسور، دخل المغرب منتصف ليلة الأربعاء الخميس كما تعرف المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي، وهي المرحلة التي أصبحت فيها ربما المسؤولية أكبر على عاتق المواطنين في حماية أنفسهم وغيرهم. ما هي أهمية الوقائية الذاتية في ظل الأوبئة بالعموم بالمطلق بروفيسور؟ نعم، هنايا اللي يتعلق الامر بمشكل ديال الصحه العامه، مشكل الصحه العامه له تمدد دولي، فالمسؤوليه يعني تقع على مستويين، على المستوى التدبيري بطبيعه الحال بالنسبه لمن تقع على عاتقهم تدبير المرافق العموميه شبه العموميه الخاصه، خصهم يوفروا اجراءات يعني الظروف اللي كتحد من انتشار ديال الفيروس، ولكن كذلك هناك مسؤولية ذاتية، هي مسؤولية ذاتية كبيرة وكبيرة بزاف، لأن أي شخص فهو مسؤول على نفسه وكذلك على المحيط ديالو وعلى الناس اللي يتلقى بهم، لأن لما تنقوم بالحماية فإحنا أي شخص كيقوم بالوقاية فهو يعني تيبقى في صحة جيدة، وكذلك يتجنب أن يتحول إلى مصدر للعدوى. لهذا فمشكلة الصحة العامة كتكون فيه هذه المسؤولية يعني كبيرة بزاف، لأن أي شخص يمكن أن يصبح مصدرا للعدوى ويتسبب في انتكاسة أخرى جديدة. لهذا فهذا الجانب تنظن بأن مهم بزاف التأكيد عليه، هذه المرحلة هذه اللي مرحلة جديدة للتخفيف ديال الحجر الصحي. طيب بروفيسور، فيما يخص فيروس كورونا، بماذا تفيد فعلا الكمامة؟ في الحقيقة الكمامة أحدثت كما تابعت جدلا واسعا، اليوم نعود ونتحدث مرة أخرى على أهمية استخدامها في هذه الظرفية بالذات. نعم، كما أسلفتم من قبل، الكمامة يعني كان عليها حديث كثير، وكما تعلمون لما نكون أمام مشكل جديد للصحة العامة فكتكون يعني تطورات ديال المعارف اللي كتعطي توصيات كل مرة. الكمامة هي من بين الإجراءات الحاجزية لميزيغ بارير اللي كتحد من انتشار ديال الفيروس من شخص لآخر لما كيكونوا يعني متواصلين ولا متقاربين. فهذا يعني من بين الأمور اللي كتقلل من ذاك الاحتمال ديال الانتقال. كما أسلفنا في تواصلات سابقة، كاين ما يسمى المعامل الانتشار الأولي، من بين المحددات للمعامل الانتشار الأولي هو الاحتمال ديال الانتقال للعدوى من شخص لآخر لما كيتواصل. إذا دابا محد الحجر الصحي كينقص، والاحتمال ديال أنه التواصل وديال الاختلاط كيكثر، فتي خصنا لما كيطلع ذاك الاحتمال ديال الاختلاط خصنا نحاربوا الاحتمال ديال الانتشار ديال المرض من شخص لآخر. يعني هذه المرحلة هذه الأهمية ديالها تتولي أكثر. طيب بروفيسور، متى نستخدم الكمامة؟ في كل الأوقات أم هناك أوقات ربما تكون ضرورية أكثر؟ الأوقات التي تكون فيها يعني الكمامة ضرورية أكثر هي الأوقات اللي كنتواصلوا مع المزيان، لما كنكونوا في فضاءات عامة في الشارع، ولا لما كندخلوا لشي فضاء اللي فيه يعني اللي فيه عدد كبير من الناس، واللي فيه الناس اللي مختلطين كل واحد من جاي. فبطبيعة الحال الانسان لما كيكون مثلا في الدار ديالو ولا عدد ديال الناس قليل متباعدين، فماشي ما كتكونش ضروريه بحال في الظروف اخرى. فهي الكمامه كتقلل من الخطر ديال من الاحتمال ديال الانتقال لما تكون الاختلاط. طيب بروفيسور، بماذا تنصح من يجد ربما صعوبة أو ضيق ما في لبس الكمامة لفترات طويلة؟ حتى هناك من يعاني اليوم، من يشكي من صعوبة ارتدائها دائما، بماذا تنصح؟ اللي كيعاني من الصعوبة ديال الارتداء ولا من الصعوبة ديال البقاء يعني في نفس الوضع لمدة زمنية طويلة، يعني خصو في الوقت اللي بغي اللي في الوقت اللي يحيدها يتجنب انه يكون قريب للناس، من الاحسن يكون الصدى مفتوح ويكون بعيد على يعني يكون بعيد على 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 الاشخاص، لان كما اسلفت فهي يعني اجراء حاجزي. الوقت اللي الانسان ما يكونش دايرين به الناس ويكون الصدى اللي كيحافظ على ديك المسافه اللي بعيده، فممكن يحيدها واحد الوقت ولا باش
ربما تكون عنده مثلا بالنسبه للناس ولكن مع الوقت كذلك نتعود عليها، ليس كذلك بروفيسور؟ ربما يقتضي الامر القليل من الصبر. بطبيعة الحال مع الوقت حتى الحجر الصحي راه الناس بفضل الصبر ديال الناس ما كانش الاول ما كانش كلشي كيعتقد ان الصبر المهم، ولكن الضروره كتفرض على الانسان انه هي انه يعني مع هذه مع هاد الامور كنعتقد بان هاد بين الحسنات ديال هاد الجائحه اننا يعني نتقيدوا ونتبناو هاد النمط ديال النمط الوقائي اللي هو مهم بحال الكمامه بحال التعقيم بحال غسل اليدين، فحتى من بعد الجائحه هاد النوع من التصرفات والسلوكيات لا يمكن لها الا ان تكون مفيده لنا في المستقبل، يعني لا سيما فيما يخص الوقايه من الامراض المعديه الاخرى. هذه امور يعني كما اسلفتم بالصبر والانسان يعرف الاهميه ديالها، فممكن انها تكون يعني انها تكون مفيده لا سيما في التربيه الحاليه. طيب بروفيسور، ما دور التباعد الجسدي في الحد من انتشار هذا الفيروس كذلك؟ نفس الشيء التباعد الجسدي. دونك كيف ما قلنا كان في البدايه ديال الجائحه كنا تكلمنا بشكل مستفيض على المعاني الانتشار ديال الفيروس، فنفس الشيء لما كان مثلا كنتقابل انا وشخص اخر الى بقينا متباعدين الاحتمال ديال الانتقال، كون مثلا هو حامل من الفيروس الاحتمال ديال الانتقال ديال الفيروس من شخص اخر ينقص كل ما تمددت المسافه او المسافه اللي كتفصل بينهم. فهذه اجراءات الى سمحتي كامله مجتمعه كتحارب هذه كتؤدي لتقليل من هذا الاحتمال ديال الانتقال ديال العدوى من شخص لاخر، وبالتالي هي من المحددات ديال معاني الانتشار اللي الهدف ديال اي خطه للمحاربه ديال شي وباء كتكون هي تقليل منه. حنا كنأثروا على احد المحددات كنقصوا منه، يعني عنده دور كبير بزاف، لا سيما كما اسلفت اننا امام ازمه ديال الصحه العامه وليس مشكل مرتبط بالاشخاص كاشخاص بحد ذاته. طيب اهميه غسل اليدين او تطهيرهما بالمعقمات دكتور؟ اليد بطبيعه الحال لان الحياه ديالنا اليوميه كنلمسوا بزاف ديال الامور، كنلمسوا الخشب، كنلمسوا الابواب، كنلمسوا بزاف ديال الامور اللي كنخرجوا، وبطبيعه الحال هذا الفيروس حنا كنعرفوا بانه يعني تيكون متواجد كيبقى لمسافات مختلفه على الاسطح، فنحن لما كنلمسوا فهو كيبقى في الجيب كيبقاش مده طويله، ولكن كل ما غسلنا اليدين حتى هذاك عاوتاني اجراء عاجز، يعني كيجعل ذاك الفيروس اللي تيبقى عالق في اليدين ديالنا كنحاربوه بذاك المحلول الكحولي، وبالتالي فما كنقتلوش لنفسنا اولا وما كنقتلوش لشخص اخر الى اضطرينا اننا يعني نكونوا قراب ليه. فهذه كامله خاصنا نتقيدوا بهذه الامور هذه بزاف لانها كامله كتنقص من طيب من يشتكي كذلك من جفاف البشرة من أثار هذه المعقمات، بماذا يمكن أن ننصح؟ هو يعني كل إجراء وقائي ولا كل علاج يمكن تكون عنده يعني أثار جانبية. طبيعة الحال أي كتكون عنده أثار جانبية، ولكن هنا في هذه الحالة هذه كنديروا دائما كنقيسوا الأهمية ديال الأثار الجانبية وكنقارنوها بالأهمية ديال الانتشار إلى أكثر، لهذا فكنغلبوا هذا الأمر هذا. من ظهرات بطبيعة الحال فكاين يعني استشارات عند الأخصائيين في الأمراض الجلدية اللي يمكن لهم يشخصوا أو تاني الطبيعة ديال الأضرار اللي ممكن تنتج عند بعض الأشخاص اللي عندهم ربما حساسية اللي عندهم بشرة قابلة أنها يعني من طيب بروفيسور، عموما من خلال معرفتك بعالم الأوبئة، ما هي الوسيلة الأكثر ناجعة في التصدي للأوبئة تاريخيا؟ هل الإجراءات التي تتخذها السلطات من حجر مثلا وتطويق للمناطق، أم التدابير الوقائية التي يلتزم بها الأشخاص؟ هو الحجر الصحي يعني إجراء ليس وليد اليوم كما تعلمين، فهو إجراء يعني يرجع إلى قرون وأثبت نجاعته عبر التاريخ. لماذا؟ لأنه يؤثر على الوضعية الوبائية عبر مثلا بالنسبة لنا مثلا في التجربة ديال كورونا في المغرب، فهو يعني أدى
الى يعني اثر على الوضعيه الوبائيه عبر مؤشرين اثنين ولا عبر معاملين عبر يعني عاملين اثنين. الاول هو انه كبير من الانتشار بشكل كبير من الانتشار يقلل العدد من الحالات ومن عدد الحالات الخطيره الى ذلك، وكذلك تكون له تداعيات على التمظهر الوبائي للمرض، بمعنى ان الحجر الصحي مكن من حمايه الاشخاص المسلمين والاشخاص الذين يحملون عوامل الاكتئاب كامراض مزمنه. هذه الاشخاص يعني لازم جلوسهم على العموم لازم جلوسهم، وبالتالي فهم فكان تاثير على مثلا نسبه الفتك من بين العوامل اللي اثرت عليها هو ان الناس اللي عندهم عوامل الاكتئاب ما خرجوش شيء ما يعني ما تعداوش بزاف. فالحجر الصحي كيأثر كيأدي يعني كيلعب هذا الدور، هذا ينقص من الانتشار وكي والتمظهر الوبائي تيجعل انه المرض ما كيكونش يعني الخطوره ديالو مثلا في المغرب الحمد لله العدد الحالات الخطيره مثلا حاليا هو يعني قل من هذا. مسألة مهمة بزاف هذا فيما يخص الحجر الصحي. الإجراءات الوقائية الأخرى بطبيعة الحال مثلا دابا حنا فاش بدا كيترفع الحجر الصحي صافي خصنا نحاربوا داك النقص في المحاربة ديال الانتشار، لأن غادي بطبيعة الحال ملي كيترفع الحجر الصحي ولا كيتم التخفيف منه احتمال وارد أنه العدد ديال الحالات يرتفعوا. هل أنتم مستعدون تماما لمواجهة هذا الاحتمال بروفيسور؟ احتمال الاستعداد يكون بما تفضلتم به، الاستعداد هو هذه الاجراءات يعني الوقائيه اللي اتحدث طبعا عن المستشفيات والاطر الطبيه. بطبيعه الحال ان المنظومه الصحيه من بين المؤشرات اللي كتعتمدها المنظومه الصحيه في اتخاذ القرار ولا في اعتماد التوصيات ديال الرفع من حجر الرفع او التخفيف الحجر الصحي هي مؤشرات مرتبطه بالوباء بالشكل اللي كنتكلموا عليه، نسبه الفاتك، نسبه العدد الحالات الحرجه الى غير ذلك، وكذلك جاهزيه المنظومه الصحيه لامرين اثنين. اولا الجاهزيه للتكفل بالحالات التي سوف تظهر وهذا ما يحدث الان، جاهزيه اسره الانعاش، هنا كنعرفوا بان ما تستعملاش اسره الانعاش اللي كانت موجهه للكوفيد، فهي جاهزه لا قدر الله ونتمنى ان يكون حاله حرجه فهي تقدر تكفل بهم، وكذلك جاهزيه ديال منظومه الاستقصاء الوبائي، الرصد والكشف المبكر، وهذا ما يتم الان في هذه البؤر، وهذا ما يفسر يعني الاعداد اللي كتلقى. فهذه هي العوامل المجتمعه التي تعتبر من المحددات. وما يجي يعني تجر الاشارات اليه ان اي مرحله فهي ما يعني غادي يتم التقييم ديالها عبر هذه المؤشرات كيفاش غادي تتطور. البروفيسور نبيل تشفوتي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات. شكرا لكم. استأنفت شركة الخطوط الملكية المغربية رحلتها الجوية الداخلية تبعا لبلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بعد توقف تجاوز 3 أشهر. الشركة ستعمل على الرفع بشكل تدريجي من وتيرة الرحلات الداخلية في أفق تغطية جميع الوجهات باستثناء تلك الواقعة في نطاق منطقة التخفيف الثانية. ويأتي استئناف الرحلات الجوية الداخلية وفق مجموعة من التدابير الاحترازية نتابعها في هذا الروبورتاج لعبد المولى بوخريس وفيصل أبروش. بعدما ظلت ملازمة لأرض المطار لأزيد من 3 أشهر تعود هذه الطائرات لتأمين الربط الجوي بين المدن المغربية. أول رحلة تنطلق اليوم تربط بين مدينتي الدار البيضاء والداخلة. هذه الأسرة واحدة من بين عشرات المسافرين الذين حلوا بمطار محمد الخامس الدولي بعد طول انتظار من أجل استقلال إحدى الرحلات المبرمجة لنهار اليوم. بالنسبة للحجر الصحي اللي كان يعني شي شوية كان شد نقول لك موقف الحركة تقريبا، ولا هو الإنسان كيبغي يسافر ولا يبغي يمشي يقدم مصالحه ولا هذا ولا يتواصل مع العائلة ديالو كيكون شوية ديال الصعوبات. السيدة كانت باغية تتواصل مع الزوج ديالها، هذه من العائلة ديالي، خصني نوصلها حتى المطار باش تمشي لعند الزوج ديالها.
استئناف رحلات الطيران الداخلي تواكبه مجموعة من التدابير الاحترازية على مستوى المطارات والطائرات لضمان سلامة المسافرين والعاملين، وعلى رأس الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لكل مرافق المطارات وإحداث آليات لضمان التباعد الاجتماعي. الوزارة بشراكة وبمعية وتكاتف الجهود لا ديال المكتب الوطني للمطارات، لا ديال الخطوط الملكية الجوية، لا ديال المنعشين وأرباب الشركات السياحية، وضعت واحد ترسانة من الإجراءات الوقائية اللي هي كتسن واحد العدد ديال الإجراءات، لا من ناحية التباعد، لا من ناحية التعقيم، لا من ناحية النظافة، لا من ناحية أخذ الحرارة، لا من ناحية تنقية الهواء داخل في المطار، داخل الطائرات، داخل الفنادق، اللي الحمد لله غتمكننا من الحماية ديال الصحة والسلامة ديال المسافرين وديال السياح، مي أيضا ديال المستخدمين وديال العمال. وتستأنف شركة الخطوط الملكية المغربية الرحلات الجوية الداخلية ببرمجة 4 رحلات انطلاقا من مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدن العيون والداخلة ووجدة وأكادير، على أن ترفع تدريجيا من عدد الترددات والوجهات الداخلية لتغطية كامل الشبكة باستثناء جهتي طنجة ومراكش المصنفتين في منطقة التخفيف الثانية. اليوم 25 يونيو 2020 لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر غنعود برمجة يعني الطيران بكيفية مجدولة داخل المغرب. غنعودوا ببعض الخطوط، ولكن تدريجيا غادي نرجعوا لتغطية المغرب بأكمله. شخصيا وأظن أنني أتكلم بلسان جميع المستخدمين بالخطوط الملكية المغربية، أنا فخور جدا، سعيد بلقاء زبنائنا مرة جديدة، وفخور بأننا غادي نعاونهم باش يرجعوا للممارسة أعمالهم العادية. وتحكم إجراءات التباعد الاجتماعي جميع مراحل السفر عبر الطائرات في الرحلات الداخلية انطلاقا من التسجيل ونقل المسافرين عبر الحافلات إلى المدرج، وانتهاءا بالطائرات التي ستقل المسافرين مع الاحتفاظ بكرسي فارغ بين كل راكبين. واستأنفت قطارات الخطوط البراق والأطلس رحلتها اليوم في احترام لتدابير السلامة الصحية وفق المكتب الوطني للسكك الحديدية. المزيد حول هذا الموضوع مع زميلة مريم مدسول. مشاهدينا أهلا بكم. مع دخول قرار الانتقال إلى المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي في المغرب، استأنفت رحلاتها من جديد كل من قطارات الخطوط البراق والأطلس التي تؤمن الربطة بين مدن البلاد. رحلات هذه القطارات تهم محاور كل من طنجة الدار البيضاء، وفاس الدار البيضاء مراكش، والدار البيضاء الناظور ووجدة، والدار البيضاء أسفي وخريبكة، ثم طنجة فاس ووجدة. وفق المكتب الوطني للسكك الحديدية، تم الرفع من عدد قطارات القرب القطارات المكوكية السريعة على خطوط كل من الدار البيضاء سطات، والدار البيضاء الجديدة، والدار البيضاء الرباط القنيطرة. وهذا البرنامج الذي يتكون من عرض يومي يشمل 116 قطارا مع إعادة فتح المحطات، سيعرف ملائمة تدريجية مع مستوى تطور الطلب. استئناف رحلات هذه القطارات ترافقه إجراءات وقائية بالنظر إلى الحالة الوبائية في البلاد المرتبطة بفيروس كورونا، حيث تقرر أن يكون ارتداء الكمامة إجباريا مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي بالمحطات وعلى متن القطارات، من خلال علامات تشوير أرضية وبث إعلانات صوتية توعوية، إضافة إلى تعزيز التنظيف والتعقيم بشكل مستمر للقطارات والفضاءات المشتركة بالمحطات، وتوفير محلول التعقيم بالمحطات والقطارات. وإلى جانب هذه الإجراءات الوقائية، اتخذ المكتب الوطني للسكك الحديدية تدبيرا آخر يتمثل في خفض نسبة بيع تذاكر المقاعد وملء القطارات ب 50% خلال هذه المرحلة، مع إلزامية الحجز المسبق على جميع القطارات. وبالنسبة للتنقل انطلاقا من محطات منطقة التخفيف رقم 2، يؤكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن ذلك يخضع للإجراءات المسطرة من طرف السلطات، والمتمثلة في إجبارية أن يتوفر المسافر على ترخيص مهني
أو ترخيص استثنائي يكون صادرا عن السلطات المحلية لأسباب طارئة. شكرا لكم على المتابعة. بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات، عادت الأندية الوطنية للقيام بالتدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. واستؤنفت التدريب اليوم بالنسبة للقسمين الأول والثاني، حيث ستستمر المرحلة الأولى ل10 أيام وستكون عبارة عن تدريب فردية وتضم 5 لاعبين في نصف الملعب، ثم تدريب جماعية ل20 يوما. وستتم في الأيام القليلة المقبلة برمجة المباريات المؤجلة والتي ستقام بين 24 من شهر يوليوز و8 من شهر أغسطس من دون جمهور، على أن تنطلق مباشرة بعد ذلك الجولات 9 المتبقية من الموسم، وبالتحديد ما بين 12 من أغسطس و13 من شهر سبتمبر. هذا وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد دعت الفرق الوطنية للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي ينص عليها البروتوكول الصحي لتفادي تفشي فيروس كورونا. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد هلال الطير، وهو مدرب وطني في كرة القدم. أهلا وسهلا بكم كابتن. مساء الخير للجميع. ما هي الدواعي الحقيقية لاستئناف النشاط الكروي في عز الصيف؟ ألم يكن ربما من الأفضل إنهاء الموسم؟ وبالنسبة أولا هذا قرار حكومي، وبالنسبة كذلك للجامعة الملكية يعني الجهاز الوصي والعصبة الاحترافية يعني فعلت هذا القرار، لكن هناك كانت سيناريوهات متعددة، منها إنهاء الموسم اعتباره موسم أبيض، كذلك كانت اقتراحات أخرى بصعود فريقين واللاعب موسم المقبل بتنظيم فريق في كل قسم، وكانت مجموعة من السيناريوهات. أظن بأن القرار يخدم أكثر صورة المملكة، صورة كرة القدم المغربية. يخدمها كيف؟ يخدمها لأنها ألقت الحلول، يعني أعطت صورة، لأنه الحل الأسهل هو إنهاء الدوري وانتظار بداية انطلاقة الدوري المقبل. أظن بأن الجامعة والجهاز الوصي كعادة يعني رصد أموالا كذلك لمساعدة الأندية، لأن بكل صراحة جائحة كورونا أظهرت هشاشة الهيكلة عند جل الأندية المغربية، كذلك أظهرت بأن يعني التدبير المالي، وبأن المحتضنين كذلك يعني ما كانش حس وطني، باش نكونوا واضحين. أظن بأن الربح كان حاضرا في يعني فهاد السياسة ديال الماركتينغ ديال جل الأندية المغربية يجب إعادة النظر. أظن بأن بالنسبة للجامعة الملكية هذا الاستئناف كيف يخدم الكرة عمليا؟ عمليا لأن الأندية منسوف، لأن 4 أندية تمثل البلد في المنافسات الإفريقية وفي في كأس محمد السادس، كذلك الأندية الأبطال للأندية العرب. هذا من جهة، كذلك أكيد بأن هي القوة قاهرة والظرف استثنائي، لأن لأول مرة في يعني في تاريخ كرة القدم يعني توقفت البطولة، توقفت الكرة عن الدوران لمدة 3 أشهر. وهنا فين كان حديث وكان استشارة مع اللاعبين، كانت استشارة مع الأطر التقنية، مع المدربين، كانت استشارة كذلك مع أطباء مع الأطقم الطبية، وكان تضارب في الآراء، لأن الوضع لم يسبق لأحد أن عاشه يعني على وجه الكرة الأرضية. شفنا دوريات كبرى يعني خدت قرار بالاستئناف، أكيد بأن الأيام يعني استمرار التدريب العمل الميداني هو الكفيل باش يجاوب على هذا السؤال ديال واش استئناف الدوري قرار صائب أم خاطئ. كذلك الوجه الذي ستظهر به الأندية المغربية التي تمثلنا في المنافسات الإفريقية والعربية، كذلك عدد الإصابات في صفوف اللاعبين، كذلك عدم ظهور أي بؤرة رياضية، هذو هما المعايير ديال نجاح هذا القرار. يعني من السابق لأوانه باش نحكموا ونعطوا حكم قيمة على هذا القرار، لكن قرار يجب احترامه. طيب ما هي في رأيك كابتن أهم التحديات التي يطرحها استئناف المنافسات الكروية في عز الصيف ومن دون جمهور كذلك؟ أكيد بأن متغيرات كثيرة، أكيد بأن أكيد عدم حضور الجمهور يمكن تفاهمه، لأنه سلامة اللاعبين والجماهير والأطقم التقنية يعني جميع المكونات يعني اللي تكون في الملعب
هو الهدف الأسمى. أظن بأنه يمكن تفهم، وأظن بأن التداعيات ستكون تداعيات اقتصادية خاصة لمجموعة من الأندية التي تعتمد بنسبة كبيرة على مداخل جماهيرها لتتوفر على قاعدة جماهيرية كبيرة. فين غادي يكون التخوف أن فترة الصيف كما ذكرت أستاذة بأنه تكون فترة يعني تكون حرارة مرتفعة، وهنا أظن بأن يعني جل المدربين إن لم أقول يعني كل المدربين غادي يفكروا باش يديروا التدريب ديالهم في الفترة الصباحية أو الفترة يعني المسائية، يعني غادي يحاولوا يتجنبوا الفترة اللي فيها ارتفاع درجة حرارة ما بين 11 صباحا والخامسة زوالا. بالنسبة للمباريات أظن بأنه لا خوف على اللاعبين، سيتم برمجتها يعني عند نهاية في نهاية اليوم، يعني ما غاديش تكون درجة حرارة مرتفعة. الإشكال مطروح كذلك على أرضية التدريب، أظن بأن العشب الصناعي التي توفر عليه مجموعة من الأندية يطرح إشكال في التدريب مع ارتفاع درجة الحرارة، هذا يقدر يأثر عليهم. كذلك حنا تنعرفوا بأن الخروج من فترة الحجر الصحي في يعني كاع في جميع الميادين تقدر تكون عندها يعني تأثيرات نفسية، تكون كذلك تأثر على قلة التركيز، مجموعة من الأمور. لكن البروتوكول اللي وضعته الجامعة احنا ملزمين، نعم ملزمين باتباعه. طيب كيف يمكن لهذا الاستئناف للنشاط الكروي أن يكون في صالح الفرق المنخرطة في المنافسة القارية، رابطة الأبطال والكاف مثلا؟ هو يعني من الصعب التنبؤ. أظن بأنه نظريا منين تتدرب وتدير يعني وتتخوض مباريات رسمية أو ودية تكسب إيقاع المنافسة، هذا نظريا. لكن التخوف هو من وقوع إصابات في صفوف اللاعبين، التخوف كذلك على الأندية المشاركة إفريقيا وعربيا التي لا تتوفر على دكة احتياط بقطع غيار بجودة عالية قادرة على تقديم الإضافة، هذا هو التخوف. لكن أظن بأن نظريا استمرار الدوري سيخدم الأندية المشاركة عربيا وإفريقيا. طيب تحدثنا كثيرا في هذا المنبر الإعلامي عن الدروس التي استخلصناها من كورونا، بالنسبة لكرة القدم ما هو أهم درس ربما يجب أن نتعلمه؟ أكيد بأن ما بعد كورونا الأندية سوف تتبنى استراتيجيات مختلفة، يعني قد تختلف من نادي لآخر. هناك أندية أظن أنها ستستثمر يعني أكثر يعني وبجدية في مجال التكوين، يعني في أفق الاعتماد على اللاعبين النادي يعني في المستقبل. هناك أندية كذلك تقدر تحول إلى يعني جلب واستقطاب لاعبين صغار السن يعني من دول جنوب الصحراء. لكن في نظري الحل الأسهل والحل الفوري هو القيام بصفقات مجانية أو تبادلية. لكن المؤكد أن جائحة كورونا ستؤثر على سوق الانتقالات، يعني الأسعار ديال اللاعبين والقيمة ديالهم غادي تنخفض بشكل كبير مع مقارنة مع المبالغ الاعتيادية. كيف تتوقع أن يكون مستوى اللاعبين في شهر سبتمبر بعد هذا التوقف؟ وهل هذا الشهر ربما كافي لاستعادة اللياقة البدنية؟ أكيد بأنه نظريا غير كافي، يعني منين يعني في الأيام العادية عندما تتوقف الكرة عن الدوران لمدة 3 إلى 4 أسابيع وجب الاستعداد بين 6 و8 أسابيع، الآن التوقف دام 3 أشهر وهذه حالة غير عادية. لكن ولكنه توقف على الجميع كذلك. نعم 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 إذا عمت خفت يعني ربما إذا عمت هنت. نعم أكيد نتفق معك. إذن لأن كذلك نحن نستعد لاستكمال الدوري، ما ننسوش كذلك بأن بعد انتهاء الموسم يعني الجهاز الوصي غادي يترك واحد المدة ديال 4 أسابيع كذلك لاسترجاع الأنفاس والقيام كذلك بفترة استعداد جديدة للانطلاقة ديال الموسم المقبل. طيب كابتن، بخصوص مالية الفرق، هل النقل التلفزي كاف للتخفيف من الخسائر المادية؟ هو غير كافي، أكيد غير كافي، لكن يعني التدبير المالي داخل الأندية يعني يجب إعادة النظر فيه. يعني احنا السؤال المطروح هو والحلم ديال الجميع هو متى ستستقل أنديتنا ماليا، لأن الجامعة توفر مجموعة من المساعدات كذلك آخرها المساعدات التي
يعني توصل بها الانديه القسم الوطني الاول والثاني والقسم هواة كذلك يعني في الاسبوع الجاري. لكن هذا وضع غير عادي يعني يجب مراجعه سياسات الماركتينغ داخل الانديه كذلك المحتضنين كذلك مجموعه من الامور. لكن اظن بان لاستكمال الموسم وجب البحث عن موارد اخرى. وكذلك من حسن حظ بعض الانديه ان الرؤساء ديالهم يعني عندهم ارصده بنكيه محترمه. لكن ماشي هو هذا التسيير الاحترافي. التسيير الاحترافي يتم بما يتوفر على النادي من موارد ومن مداخل ثابته. ولهذه الفرق كذلك جمهور يحبها كثيرا، هل رساله للمناصرين كذلك في هذا الظرف الصعب لمن يستطيع ان يساعد مثلا؟ اكيد بان هذه المبادره يعني قامت بها يعني الجمعيه ديال الانصار يعني تقريبا في مجموعه من الانديه المغربيه اللي قاموا بمبادره مباراه يعني ضد جائحه كورونا، وتم يعني جمع اموال يعني مبالغ محترمه، وتم كذلك ضخها في خزينه النادي. النادي كذلك بدوره ضخها في هذا الكونت هذا اللي دار لمحاربه هذه الجائحه الحساب. نعم، ويعني مثلا مبادره كذلك هيئه المنخرطين ديال مجموعه من الانديه المغربيه، كذلك المكاتب المسيره، كذلك اللاعبين ديال انديه كثيره، كذلك مجموعه من الامور بانه كانوا مبادرات وجميع مكونات المشهد الكروي ابانت عن حس تضامني كبير في هذه الجائحه. الكابتن هلال طير، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. المزيد من الأخبار دائما على موقعنا في الإنترنت mediantv.com. نلقاكم بخير.